يعاني معمل نسيج الكوت الذي يعد من المعامل الكبيرة في الشرق الأوسط والذي كان يصدر إنتاجه إلى الخارج، بات اليوم يعاني من قلة الإنتاج وصعوبة استيراد المواد الأولية. ذات جودة ونوعية عالية، عندنا القبعة العسكرية البيرية بمختلف صنوفها وأنواعها وألوانها إلى الوزارات الأمنية الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى الكليات العسكرية والملابس الداخلية العسكرية. هذه تلاقي عدم تصريف بسبب عدم اقتناء المنتج الوطني من قبل الوزارات المذكورة. اليوم صعوبة توفر المواد الأولية الداخلة بالعمليات الإنتاجية. أقطان الزهر أو أقطان الشعر قبل كانت هناك مساحات كبيرة من البلد ومحافظات عديدة تزرع المنتوج الوطني من هذه مادة القطن. اليوم عزوف أيضا الفلاحين عن زراعة الأقطان، وأيضا صعوبة في استيراد هذه المواد الأولية من الخارج باعتبارها منتج زراعي يخضع لقوانين وزارة الزراعة، فنعاني أيضا يعني بصعوبات كثيرة من توفر هذه المواد لغرض إدامة وتشغيل الخطوط الإنتاجية التابعة للمعمل. معمل حياكة الجواريب في شركة واسط، ننتج الجواريب حسب المواصفات القياسية العراقية، إنتاج ممتاز، جواريب صيفية شتوية نصف ساق ربع ساق حسب المطلوب في الأسواق المحلية. نطلب دعم الحكومة ودعم وزارة الدفاع والداخلية في تشجيع المنتج الوطني، ونعاني من صعوبة الحصول على المواد الأولية بسبب ارتفاع الأسعار القطن. المنتج مالنا نستخدم قطن درجة أولى طبيعي ممتاز. الإنتاجية الموجودة هي حوالي 50% إنتاجنا في الوقت الحاضر. المعوقات اللي تعيق العملية الإنتاجية هي المواد الأولية، يعني المواد الأولية قلة في المواد الأولية، عدم وكذلك زيادة العمر للموظفين، لأن منذ عام 2003 ولحد الآن لا يوجد تعيين في هذه المعامل، فالعمر الموجود للموظفين هو 45 سنة أقل عمر، وهذا ما يؤثر على العملية الإنتاجية. قسم الحياكة السطحية قسم إنتاجي للبلوزات النسائي والرجالي الولادي البناتي المانتو النسائي. إن شاء الله بدينا من جديد وقدرنا نجهز 8 مكاين، وبالمستقبل إن شاء الله 8 مكاين أخرى، وإن شاء الله أكو نوع من المنافسة، رغم أن المستورد أسعاره قليلة وإحنا تكلفة الإنتاج أكثر وتنقصنا أيدي عاملة، محتاجين إلى أيدي عاملة جديدة، تعيينات جديدة، روح شبابية إنتاجية أكثر إن شاء الله بالمستقبل، وإن شاء الله المستقبل يبشر بخير إن شاء الله.